ليه رشوان توفيق؟ يعني احنا من اول ما شفناك لحد اخر الاعمال او انت موجود قدامي دايما الطيبه المحبه، يعني ما عملتش ادوار شر. لا عملت ادوار شر قليله قوي قليله، بس ايه بقى لازم يبقى شكله طيب. وعلى فكره اللي هو الطيب بس من جوه شرير ده، من جوه يبقى شرير. بس المنتجين ما كانوش بيشوفوك في ادوار الشر. انا ما عملتش هذا الوحيد، الناس زعلوا مني قوي. صح. انت هتعمل شر ليه؟ ايوه لانه طلع هو القاتل في الاخر. طيب مع ان الفنان الكبير حمود المليجي فضل يعمل ادوار شر وبعدين انتقل بعد كده لادوار طيب ووطني عمل العكس. يعني هل كان ممكن تعمل الشر في الاول وبعدين تروح للطيبه، ولا هم شافوا ان ملامحك فيها الطيبه اكتر؟ انا هقول لك، اتخرجت مع الفونس الحقيقي بشخصيه ياجو. لما شفت ياجو لقيت ياجو كانوا مسمينه الامين ياجو من شكل ما هو طيب. ايوه. فانا شفته في الروسي وشفته مع اورسونز، انا كنت مجنون سينما يعني. طبعا. فلقيت اللي في الروسي شاب صغير وسيم جدا. شاب وسيم ليل واخره. ده ليل واخره. أدوار مثلتها في حياتي الدور. ايوه طبعا. المهم شفت فتى اول، حتى انا مرشحت نفسي عشان امتحن بيه. في ناس متفننين في زمايل يعني يعملوا ياجو، فقالوا ازاي رشوان بالطيبه دي يعمل ياجو؟ فالاستاذ علام قال لهم ده هو الاونست ياجو، هو الامين ياجو، انه لازم الناس تثق فيه ويطلع في الشر ده كله. فيطلع يعني احنا هنصدقه الطيب وبعدين يظهر الشر. عمرنا ما سمعنا عن رشوان توفيق عمل مشاكل واشتكى على اسمه او ساب العمل او عنده مشكله مع زميل. يعني وجودك في الوسط الفني كان دايما برضو الطيبه عنوانه طول عمري ما حد اختلف معايا. وبعدين انا من نوع منضبط. يعني انا حبيب الدكتور عبد القادر حاتم من وانا كده. كان عايز يطلع لي الله يرحمه يقول لي الدكتور رشوان حاتم موجود ده مكان التليفون. لان الدكتور حاتم كان قبل ما يطلع المكتب يفوت على الاستوديو، انا معدي 9 8 ونص اكون قاعد في البلاتو. يعني انا قالوا لي ميعادك الساعه كذا، ضربت له تليفون قلت له الساعه 10 ونص دلوقتي انا لابس ومستنيك. قال انا واقف على الباب دلوقتي اما جيت لك. شاركت في المسلسلات اللي كانت لسه ما فيهاش مونتاج تفضلوا تشتغلوا وبعدين على الهواء زي البرنامج كده. وده احنا كنا بايه؟ كنا بنعمل بروفات، كان دور السابع اللي بقى مكاتب ده. كان في قاعه واسعه بيتسم فيها البلاتو. اوكي. نحفظ اولا بنعمل بروفات زي المسرح. تحفظوها ومره واحده. لان لو غلطنا في الدقيقه 80 هنعيد من الاول. فكان لازم اللغه العربيه سليمه، الثبات سليم. يعني كان امتحان اعصاب. حفظ زي المسرح. ايوه. ولو انا صراع قبيل كان اعصابه قويه. فالكاميرات مش في عين واحده، كان الكاميرات الثانيه بيها عينتين كده تبقى مقيفه. فصلاح الله يرحمه يقول لي رشوان بيخاف الكاميرا، انا بقى بتبقى اعصابي صاحيه. فروحت لتوفيق الدقن قلت له يا استاذ توفيق انت بتعمل ايه؟ ما يقول وراه انا بيجي لي مغص. مين اكتر ممثله اشتغلت معاها؟ انا ولا اشتغلت مع الكل؟ انا اشتغلت مع الكل. يعني كلهم انا بحبهم. بس اللي لها اللي دايما اشكرها بالفضل كان زيزي البدراوي. زيزي البدراوي. لاني انا كنت في مدير استوديو، كانوا جايبين لنا زمناء خبراء امريكان والماني يدونا محاضرات في الاخراج التلفزيوني. ايوه. فالمخرج الامريكي اللي كان موجود كان مساعدته الاستاذه مديحه كمال رئيس القناه الثانيه.